بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 71. وقال أصحاب الله يقتل به بعموم النصوص وقوله المؤمنون تكافأوا دماءهم. يقتل الحر بالعبد، هذا عند أصحاب الرأي ومنهم الحنفية لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأوا دماؤهم. ولكن الرأي الأول الذي قال به جمع من الصحابة هو المذهب. نعم. معصوم يعني محرم الدم، المعصوم معناه محرم الدم. نعم. فيجب القصاص على قاتله كالحرمين والعبدين. ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة وهذا له حكم المرفوع، لأن الصحابي إذا قال من السنة فمعناه أن له حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه لا يقتل حر بعبد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل حر بعبد، وهذا نص صريح، الأول في حكم المرفوع وهذا مرفوع فعلا، رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل حر بعبد، هذا هو الصحيح. نعم. فلا يقتل حر بعبد رواه الدارقطني، ولأنهما شخصان لا يجري القصاص بينهما في الأرواح، فلا يجري بينهما في النفس كالأبي مع الليل. لأنهما شخصان لا يجري القصاص بينهما في الأطراف، فلو قطع يده، لو قطع الحر يد العبد لم يجوز قطع يد الحر، ولو فقأ عينه لم تفقأ عين الحر، وهم يقولون بهذا. فإذا كان لا يجري القصاص بينهما في الأطراف فإنه لا يجري أيضا بالنفوس، فهذا إلزام لأصحاب الرأي. كيف تقولون أنه لا يجري القصاص بين الحر والعبد في الأطراف؟ كيف تقولون إنه لا يجري القصاص بين الحر والعبد في الأطراف وتقولون إنه يجري بالنفوس والنفس أعز من الطرف؟ نعم. ولأنه منقوص فلا يقتل به الحر كالمكافأة، لأن الرقيق مال يباع ويشترى، مال يباع ويشترى، بخلاف الحر فإنه لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه، ففي بينهما فرق. ولأن الحر له أحكام والرقيق له أحكام مختلفة، فإجراء القصاص بينهما ليس فيه عدالة. نعم. ولأنه منقوص بالفتح فلا يؤثر به الفرق كالمكافأة الذي مالك ما يؤدى عنه، والعمومات مخصوصة بما ذكرنا. العمومات وهي قوله تعالى النفس بالنفس التي استدل بها أصحاب الرأي مخصوصة بما ذكره عن علي وعن ابن عباس. نعم. مسألة، ولا يقتل المسلم بكافر. نعم. وإلى ذلك عن خمسة من الصحابة. من المكافأة بين القتيل والمقتول ألا يقتل مسلم بكافر لعدم المساواة بينهما، فالمسلم أعز من الكافر حتى ولو كان الكافر معاهدا. صحيح أن تحريم أن قتل المعاهد محرم كبيرة من كبائر الذنوب، وهو معصوم الدم، المعاهد معصوم الدم بالعهد، قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة، فلا يجوز قتل المعاهد لأن هذا خيانة لعهد الله ورسوله. لكن القصاص ما يجوز لعدم المساواة، وذهب الحنفية إلى وجوب القصاص، فيقتل المسلم بالكافر المعاهد، والمستأمن كل من له عهد أو أمان من ولي أمر المسلمين فإنه
لا يجوز الاعتداء عليه هذا بالإجماع، وإنما الخلاف في وجوب القصاص. نعم. ولا يقتل المسلم بكافر، وقال ذلك عن 500 صحابة، وقال أصحاب الله يقتل بالذنب واحتجوا بغيره سبحانه، وكتبنا عليهم فيها أن الناس بالناس. وروى ابن السلمان السلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أقال مسلما بذنبه وقال أنا أحق من قتل. السلماني عندك بالسين؟ لعله ابن البيلماني. ابن البيلماني هذا من رواة الحديث. نعم. وروى ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقال مسلما بذنبه وقال أنا أحق من قتل بالميت، ولأنه هذا لو ثبت هذا الحديث صار نص في المسألة، لكن ما ثبت. نعم. ولأنه معصوم قتل ظلما فيجب على قاتله القصاص. لا شك أنه معصوم الدم، محرم التعدي عليه، لكن كونه يجب القصاص هذا ليس فيه مساواة، والعدل والقصاص إنما هو يعتمد على المساواة والعدالة. نعم. ولأنه معصوم قتل ظلما فيجب على قاتله القصاص كالمسلم. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكاثر دماؤهم ويسعى اليهم بمبناهم لا يقتل مؤمن بكافر، رواه الامام احمد باسناده وابو داود. هذا نص، لا يقتل مسلم بكافر، هذا نص وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود، فهو أقوى من رواية ابن البيلماني. نعم. ورواه البخاري وأبو داود لا يقتل مسلم بكافر، وهذا أقوى رواية البخاري من حديث علي أيضا. نعم. وروى الإمام أحمد بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة لا يقتل مؤمن بكافر، ولأنه منقوص بالكفر فلم يقتل به المسلم كالمستأمن، والعمومة مخصوصة بحديثنا. وحديثه قال أحمد ليس له إسناد، فقال الذي رواه ابن البيلماني. نعم. فقال وهو مرسل، قال الدارقطني ابن البيلماني ضعيف إذا أسند، فكيف إذا أرسل؟ نعم. والمعنى المسلم أنه مكان المسلم بخلاف الترمذي. نعم. للمساواة، لوجود المساواة، كافر بكافر وكل منهما ذمي يقتل بعضهم ببعض قصاصا للمساواة. نعم. سواء اتفقت أديانهم أو اختلفت نص عليه، لأنهما تكافأ في العصمة بالذمة ونقيض للكفر فجرى القصاص بينهما كما لو تساوى دينهما. تساويا في الذمة وتساويا في الكفر، كلهم كفار، لا ميزة لبعضهم على بعض، فيجرى القصاص بينهم. نعم. مسألة ويقتل الذمي بالمسلم، من باب أولى الذمي يقتل بالمسلم لأن المسلم أكمل منه فيقتل به. نعم. ويقتل الذمي بالمسلم لأنه إذا قتل بمثله فلا أن يقتل بمن هو فوقه قولا، لأن الذمي إذا قتل بالذمي فلا أن يقتل بالمسلم من باب أولى، لأن المسلم أعلى منه. نعم. ويقتل العبد بالحر لذلك كذلك، لأن الحر أكمل. نعم. ويقتل العبد بالعبد المملوك، يقتل المملوك بالمملوك لأجل حقن الدماء وللوجود المكافأة، وهو أن كل منهما مملوك، مساواة موجودة. نعم. فيدخل ذلك في قوله تعالى النفس بالنفس. نعم. وعنه لا يقتل به إلا أن يكون مساويا له قيمة، لأن تعيد أموال
فأشبه بهذه. والأول أولى بقوله سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، وهذا نفس فيقتل به. ولحقن الدماء أيضا، حقن الدماء مطلوب. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، القصاص يحقن الدماء. نعم. وقال سبحانه: والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. كتبنا عليهم فيها أن النفس قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد، وهذا عبد بعبد فيقتل بعضهما ببعض. نعم. الرابع، الشرط الرابع، أن لا يكون عبد للمقتول. الشرط الرابع أن لا يكون القاتل والدا للمقتول، لأنه لا يقتل الأصل بالفرع، لا يقتل الفرع، لا يقتل الأصل بالفرع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقد الولد من الوالد. نعم. لا يكون هذا للمقتول، فلا يقتل الوالد بولده وإن سكت، لما روى عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل الوالد بولده، رواه ابن ماجه. وذكره ابن عبد البر وقال: هو حديث مشهور عند أهل العلم في الحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكون الإسناد فيه مع شهرته تكذبا. هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله، أن الحديث إذا كان مشهورا عند العلماء فشهرته تغني عن سنده، وهذا له نظائر في الأحاديث المشهورة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل والد بولده، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الوالد يقتل بولده إذا أضجعه وذبحه بالسكين يقتل به، لأنه حينئذ يكون متعمدا للقتل. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت وحدك لأبيك. وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه. ولأن الولد ملك للوالد، ولأن الولد جزء من الوالد، وجعلوا له من عباده جزءا، الولد جزء من الوالد وبضعة منه، فلا يقتل به. نعم. وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه، فإذا لم تذكر حقيقة الملك في دار القصاص. ولأن القصاص شرع لحقن الدماء، لحقن الدماء، وبعيد كل البعد أن يقدم والد على قتل ولده، فلا حاجة إلى القصاص، لأن شفقة الوالد على ولده معروفة، فلا حاجة إلى تشريع القصاص بين الوالد وولده، فلا يقتله إلا إذا كان الولد مجرما في حق الوالد، جرما لا يتحمل. أما الغالب فإن الوالد أشفق على ولده من الولد بنفسه، فلا يتصور أن والد يقدم على قتل ولده، بخلاف العكس، أما الولد فيكثر أنه يقتل والده، أما الوالد فهذا بعيد، ولذلك منع الله القصاص، لأن هذه مسألة نادرة، ولأنه لا يقدم على قتل ولده إلا والولد مجرم جرما لا يتحمل في حق الوالد. نعم. لا، أديه ما تصل، أديه ما تصل. نعم. فإذا لم تثبت حقيقة الولد بقي في دار القصاص، لأنها والد، لا يقتل والد بولده، هذا يشمل الأم ويشمل الأب، الأم تسمى والد. نعم. لأنها والدة أشبهت الأب، بل الأم أكثر شفقة، الأم أكثر شفقة على ولدها، فلا تقتل بولدها. نعم. والجد هو إن على كالأب، سواء كان من قبل الأبي أو الأم،
يشمل الوالد يشمل الجد من قبل الأب أو من قبل الأم، لأن الجد والد. وقال الله تعالى ذرية، قال الله سبحانه وتعالى ملة أبيكم إبراهيم، هذا خطاب للمسلمين، وبينهم وبين إبراهيم عدة أجداد وجد عليه الصلاة والسلام، سماه الله أبا. يوسف عليه السلام يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وإبراهيم وإسحاق جدان لي يوسف عليه السلام، سماهما آباء. نعم، فالأجداد آباء. نعم. قال الله تعالى يا بني آدم، يا بني آدم، هذا خطاب لأمتي محمد صلى الله عليه وسلم، وبينها وبين آدم مئات القرون. نعم. كالمحرمية، يعني كما أن الجد يكون محرما لحفيدته وإن نزلت، الجد يكون محرما لحفيدته وإن نزلت، سواء كان جد من قبل الأم أو من قبل الأب، لأنها بنته، لأنها بنته. فكذلك القصاص يسقط بينه وبين حفيده. نعم. والعتق عليه، لو أن والدا ورث ابنه المملوك فإنه يعتق عليه، وكل قريب إذا ملك قريبه عتق عليه، لأنه لا يجوز للقريب أن يتملك قريبه. نعم. ولو كان ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجد القول. نعم. لو أن زوجا قتل زوجته أو زوجة قتلت زوجها وله منها ابن، فالقصاص يكون للابن، القصاص يكون للابن، لأن المقتولة أمه أو أبوه، فلا يجوز له أن يقتص من الجاني لأنه أبوه أو أمه. نعم. فإذا قتل أبوه أمه لم يجز للابن أن يقتص من أبيه، ولو قتلت الأم أباه لم يجز للابن أن يقتص من أمه لأنه والد. نعم. فصل. ويشترط لجواز استيفائه. انتهت شروط الوجوب. شروط الوجوب: أولا التكليف، أن يكون الجاني مكلفا، ثانيا المكافأة، المكافأة يعني المساواة، ثالثا عدم الولادة بين المقتول والقاتل، والرابع العصمة، أن يكون المقتول معصوم الدم، يعني محرم القتل، محرم قتله. نعم، هذه شروط الوجوب، إذا توفرت وجب القصاص، وإذا اختل شرط منها لم يجب، لم فلا يجوز القصاص. نعم. انتقل الآن إلى شروط الاستيفاء. قد تتوفر شروط الوجوب، لكن الاستيفاء يتأخر لعذر، كأن يكون أولياء الدم صغارا، يعني فلا يجوز تنفيذ القصاص إلا إذا اتفق الأولياء كلهم على القصاص، فلو عفى بعضهم سقط القصاص. لو كان أولياء الدم عشرة
وعفى واحد منهم سقط القصاص، لأن القصاص لا يتبعض، القصاص لا يتبعض، فإذا عفى واحد من المشتركين في الاستحقاق سقط القصاص وعدلت إلى الدية. أو كان من أولياء الدم من هو صغير لم يبلغ الحلم، فإن القصاص يؤخر إلى أن يبلغ القصار ويطالب بالقصاص. نعم، كلام في العمد خطأ، ما فيه قصاص، كلام في القتل العمد. الدية هي من عفى يسقط حقه، والذي لم يعفو يعطى حقه. الدية مال، فإذا عفى بعضهم لم يسقط حق الباقي أو النصيبة. نعم، خلاف القصاص، الدية تتبعض، أما القصاص فإنه لا يتبعض. نعم. ويشترط لجواز استيفاء شروط ثلاثة، أحدها أن يكون لمكلف، أن يكون لمكلف، أن يكون القصاص لمكلف يعني بالغ عاقل، فإن كان القصاص لصغير أو لمجنون لم ينفذ حتى يبلغ الصغير أو يصحو المجنون ويطالب به. نعم. وإن كان لغيره أو له فيه حق وينقلب لم يجز استيفاءه. أما إذا ثبت القصاص بمكلف فإن له استيفاءه، كما أن له استيفاء جميع حقوق جميع حقوقه. وإن ثبت لغير مكلف فقصاص ثبت لصغير، كصغير قتلت أمه وليست زوجة لأبيه، فالقصاص للصغير ليس لأبيه استيفاءه. يعني لا يكون لولي الصغير النيابة عنه في القصاص، إنما النيابة عنه في الأموال فقط، أما القصاص فليس لوليه نيابة عنه، بل ينتظر حتى يكبر ويبلغ، فإذا بلغ يقال له يلا تبي القصاص أو تتعفو، فإن عفى الحمد لله، وإن طالب بالقصاص نفذ. نعم. وذكر أبو الخطاب فيه رواية أنه يجوز لأنه أحد بدأ الناس، فكان لله استيفاءه. هذا غير صحيح، ليس لولي الصغير أن ينوب عنه المطالبة بالقصاص، بل هذا حق للصغير ينتظر حتى يبلغ. نعم. ولأن أنه لا يملك إلقاء الطلاق لزوجته، فلا يملك استيفاء القصاص كالوصي، ولأن القصد التشفي ودرك القلب، وذلك لا يحصل باستيفاء الولي ويطالب الدية، فإن الضرر يحصل باستيفاء الأبناء فافترقا. الدية إذا كان القتل خطأ فإن الولي يقوم مقام الصغير فيها، يقوم مقام الصغير فيها، أما القصاص فلا، لأن القصاص مبني على التشفي، وهذا لا يكون باستيفاء غيره له. نعم. مسألة، وإن ثبت لمكلف وغيره كصبي أو مجنون فإنه لا يجري المكلف استيفاءه حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون. إذا كان من جملة المستحقين للقصاص غير مكلف فإنه ينتظر حتى يكلف ويطالب معهم. نعم. فإنه ليس للمكلف استيفاءه حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون. وعنه رواية أخرى للمكلف استيفاءه، لأن الحسن بن علي رضي الله عنه، هذا غير صحيح. نعم. لأن الحسن بن علي رضي الله عنه قتل ابن ملجم ابن ملجم قصاصا وفي الورقة الصغار، فلم ينكر ذلك. هذا لا يصح الاستدلال به، لأن ابن ملجم لعنه الله قتل إمام المسلمين، قتل إمام المسلمين وهو علي رضي الله عنه، وقتل الإمام غير قتل غيره، غير قتل غيره. نعم، فيختلف. نعم. لأن ولاية القصاص عبارة عن استحقاق استيفاء، وليس للصغير هذه الولاية، ولنا أنه قصاص غير متحكم،
خلاف ابن ملجم فإن قتله متحتم، أما القصاص الذي يثبت للأولياء هذا غير متحتم، راجع إليهم إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا أخذوا الدية، الأمر راجع إليهم. لكن من قتل إمام المسلمين هذا من ليس فيه خيار، لازم من قتله. نعم. ولنا أنه قصاص غير متحتم ثبت لجماعة غير معينين فلم يجز لأحدهم استفاق استقلالا كما لو كان بين حاضر وغائب أو أحد بدل الناس فلم يمتلك به بعضهم كالدية. فأما ابن ملجم فقد قيل إنه قتله بكفره لأنه قتل عليا مستبيحا دمه معتقدا كفره، وقيل بسعيه في الأرض بالفساد. هذا هو الصحيح، أنه قتله لأنه ساع في الأرض فسادا، لأن قتل الأئمة من أعظم الفساد في الأرض. الله جل وعلا يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف. فهذا نوع حرابة، قتل الإمام نوع حرابة، والحرابة يجب فيها القتل لا خيار فيه، لأجل صيانة كلمة المسلمين وحفظ الأمن. فقتل الإمام غير قتل غيره، قتل الإمام من الحرابة. نعم. ومن الفساد في الأرض، بخلاف قتل إنسان عادي، وإن كان هذا محرما وشديد التحريم، لكن الخيار فيه لأوليائه. نعم. إذا استوفى غير المكلف حقه بنفسه، ما قال ما من منتظر الصغار ذولا متى يبلغون، ثم استعجل وقتل، فإن قتله يعني قصاص، له حق فيه، فيدرى عنه القصاص ويكلف بإعطاء الدية للقصار مقابل حقهم. نعم. وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزى ذلك، لأنه أتلف حق نفسه بنفسه، فأشبه ما لو أكل طعام نفسه، وكما لو أكل وديعة أو شيئا من بقية أمواله. الشرط الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفاء. الشرط الأول لاستيفاء القصاص أن يكون مستحقه مكلفا، هذا انتهى. فإن كان غير مكلف فإنه ينتظر حتى يزول المانع ويخير. وعرفنا الجواب عن قصة قتل ابن ملجم لعلي، وأن الحسن قتله مع أن علي له أولاد صغار، أن هذا من باب الحرابة، من باب الحد، وليس هو من باب القصاص. الشرط الثاني أن يتفق أولياء الدم على القصاص، إذا كان الدم لعدة أشخاص فلا بد أن يتفقوا على تنفيذه، فإن عفى بعضهم سقط القصاص وعدل إلى الدية، لأن القصاص لا يتبعض. نعم. الشرط الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفاء، لأنه حق لجميعهم فلم يكن لبعضهم الاستقلال به كما لو كان بين حاضر وغائب، فإنه لا يجوز للحاضر الاستيفاء حتى يقضى الغائب ويوافقه على الاستيفاء منه. مسألة، فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيه الغائب لم يجوز استيفاءه لذلك. مسألة، فإن استوفاه بعضهم بغير إذن شريكه فلا قصاص عليه، لأن له حقا فيه، لكن تجب عليه الدية للآخرين ويجب تعزيره من قبل ولي الأمر. نعم. لا قصاص عليه لأنه مشارك في استحقاق القتل، فأسقط القصاص،
يعني له شبهة، له شبهة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادروا الحدود بالشبهات، القصاص حد، وكونه له استحقاق هذا شبهة. نعم. كما لو كان مشاركا في ملك الجارية فوضعها، إذا ثبت هذا فإن من ولي الذي لم يقتل قسطه من الدية، لأن حقه من القصاص سقط بغير اتباعه، فهو كما لو مات القاتل. وأما القاتل فقد استوفى حقه وعليه قسط شريكه من الدية، لأنه استوفى جميع النفس وليس له إلا بعضها. فيضمن بالدية، يضمن حق الآخرين بالدية، لأنه إذا فات القصاص عدل إلى الدية. نعم. وهل يرجع شريكه عليه بما استحقه أو يرجع إلى مال القاتل؟ فيه وجهان، أحدهما يرجع على شريكه لأنه أتلف حقهما جميعا، فكان الرجوع عليه بعوض نصيبه كما لو كانت لهما وديعة فأتلفها. والثاني يرجع في مال القاتل ثم يرجع ورثة القاتل على قاتله لأن حقه من القصاص. إذن المؤدى واحد. استولوا الطريق في القول الثاني، يقول يصير الدية على في تركة الميت القاتل، في تركة القاتل، ثم ورثة القاتل يرجعون على الذي استوفى القصاص قبل شركائه. المؤدى صار واحد، صار استقرار الضمان على من؟ على المقتص، إما ابتداء وإما في النهاية. نعم. ثم يرجع ورثة القاتل على قاتله لأن حقه من القصاص سقط بغير اختياره، فوجبت له الدية في مال القاتل كما لو قتله أجنبي، وخافت الوديعة فإن أجنبيا لو أكلها كان الوقوع عليه، فكذلك شريكه. وها هنا بذلك أمر سهل فيها. المهم أن الضمان يصير على المقتص لأنه فوت على شركائه حقهم فيضمنه. نعم. مسألة، ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. الشركاء الذين يستحقون القصاص من هم؟ كل الورثة بفرض أو تعصيب، كل من له ميراث من المقتول فإن له الحق في دمه، له الحق في دمه، زوجته وأولاده وإخوته، كل من له إرث من هذا المقتول فإن له الحق في القصاص. نعم. أما من ليس له ميراث فليس له استحقاق في القصاص ولو كان من أقارب القاتل. نعم. ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. نعم. سواء كانوا من ذوي الأنساب أو ذوي الأسباب. الأنساب يعني القرابات، سواء كان سبب الإرث القرابة أو سبب الإرث الإصهار كالزوجة أو الزوج مع زوجته. نعم، هذا يسمى سبب. نعم. وعن مالك أنه وقوع العصبات الخاصة، وهو رد لأصحاب الشافعي رضي الله عنه، أنه لا يستحق القصاص إلا العصبة فقط، أما أصحاب الفروض ليس لهم شيء بالقصاص كالزوجة والبنت إلا إذا كانت عصبة مع الغير أو بالغير. نعم، هذا عند مالك. نعم. لأنه ثبت بدفع العار فاختص بالعصبات وولاية الرجال، وله وجه ثالث أنه لذوي الأنساب خاصة لأن الزوجية تزول بالموت. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين خلاقين إن أحبه أن يأخذ العقل أو يقتله. فأثبت القصاص للأهل، وأهل المقتول يشمل كل من يرثه. نعم. وروى زيد بن وهب أن عمر قتل برجل قتل قتيلا فجاءه ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل قد عفوت عن حقي، فقال عمر الله أكبر عفوت قتيل. رواه أبو داود.
فهذا عمر أسقط القصاص لما عفت زوجة المقتول، لما عفت زوجة القاتل المقتول، لما عفت زوجة المقتول أسقط القصاص، فدل على أن القصاص حق لجميع الورثة ومنهم الزوجة. نعم. ولأن من ورث الدية ورث القصاص كالعصبة. نعم. وما نفعوه لا يصح لأنه ثبت للصغار والمجانين بخلاف ولادة النكاح، وزوال الزوجية لا يمنع الميراث كما لم يمنع من الدية. الزوجية تنقطع بالموت لكن تبقى آثارها، تبقى آثارها الميراث والعدة. نعم. الشرط الثالث من شروط استيفاء القصاص أن يؤمن الاستيفاء أن يتعدى إلى غير الجاني، كما لو وجب القصاص على حامل فإنه لا يجوز أن يقتص منها حتى تضع الولد، لأن القصاص منها يتعدى إلى الطفل الذي في بطنها وهو ليس له ذنب، ليس له ذنب. فإذا كان في القصاص ضرر على غير الجاني فإنه ينتظر حتى يزول هذا الضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم أجل الرجم على المرأة التي زنت، أجل الرجم حتى وضعت ولدها وحتى أرضعته وفطمته ثم قام عليها الحد، لأن الطفل ليس له ذنب. نعم. ثالث، الأمن من التعدي في الاستيفاء، فلو كان الجاني حاملا لم يجوز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جر حتى تضع ولدها ويستغني عنها، حتى تضعه وحتى ترضعه إلا إذا وجد من يرضعه. حتى تضع ولدها ويستغني عنها لقول الله سبحانه فلا يسرف في القتل، وقتل الحامل قتل لغير القاتل فيكون إسرافا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقتل الحامل فيه إسراف لأنه يتعدى إلى غير الجاني وهو الحمل. نعم. وروى ابن ماجه بإسناده عن جماعة منهم شداد بن راوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلت المرأة حملا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تقتل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تقتل ولدها. وهذا نص. نعم. وليست المسألة خلاف بين أهل العلم فيما أعلم. هذه المسألة لا خلاف فيها، أنه إذا وجب الحد على أو القصاص على حامل إنه لا يجوز تنفيذ حتى تضع ولدها وحتى تكفله بالرضاع، لأن الولد نفس ثانية، لأن الولد نفس ثانية لا ذنب لها، والإسلام جاء بالعدل، جاء بالعدل. وتعدي القصاص إلى البريء هذا ظلم لا يقره الإسلام. نعم. وإذا وضعت لم تقتل حتى تسقي الولد اللبن، اللبن وهو أول اللبن، لأن الطفل لا يعيش إلا به. وبعد إسقائه اللبن إن وجد من يرضعه مدة الحولين اقتص منها، وإن لم يوجد انظرت حتى تفطمه. نعم. وإذا وضعت لم تقتل حتى تسقي الولد اللبن لأن الولد لا يعيش إلا في حيث الغالب. نعم. ثم إن لم يكن للولد من يرضعه لم يجوز قتلها حتى تفطمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقامدية اذهبي حتى ترضعيه، وفي حديث عبد الرحمن بن عوف حتى تكفل ولدها، ولأنه لما أخر قتل لحفظه وهو حمل فلا أن يؤخر وهو ولد
إذا أخر القصاص عن الحامل فلا أن يؤخر عن المرضعة من باب أولى، لأن ولدها صار نفسا مستقلة، وإذا قتلت وهو ليس له من يرضعه مات. الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. زال المحذور، إذا وجد من يرضعه زال المحذور، وإن كان ظاهر الحديث أنه ولو وجد من يرضعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنظرها حتى تفطمه ولم يقل التمسي له مرضعة. نعم. وإن وجد من يرضعه أو جماعة يتناوبون أو بهيمة يشرب من ثمنها جاز قتلها أيضا، ويستحب للولي أن يؤخر قتل الأم لأن على الولد ضررا اختلاف اللبن عليه وشرب لبن ثمنه. يعني حتى مع وجود من يرضعه يستحب للولي أنه ينتظر، لأن إرضاع الأم غير إرضاع غيرها. نعم. ويستحب للولي أن يؤخر قتل الأم لأن على الولد ضررا اختلاف اللبن عليه وشرب لبن البهيمة. مسألة. ويسقط بعد وجوده بأمور ثلاثة. يسقط القصاص بعد وجوده بالشروط السابقة بأمور ثلاثة. أحدها العفو عنه أو عن ماضيه. أحدها العفو عن القصاص، فإذا عفى الولي أو بعض الأولياء سقط، لأنه حق لهم. الله جل وعلا يقول فمن عفي له، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتص وإما أن يودى. نعم. إذا كانوا شركاء عفى بعضهم. نعم. فلو عفى بعضه عن حقه أو عن بعضه سقط كله، وللباقين حقهم من الدية. نعم. أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص وأنه أفضل. قوله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ولقوله فمن عفي له من أخيه شيء، وقوله صلى الله عليه وسلم فأهله بين خيرتين إما القصاص وإما الدية. نعم. ودليله قوله سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وقال بعد قوله تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. نعم. وروى أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو، رواه أبو داود. يحث صلى الله عليه وسلم على العفو، الله جل وعلا يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فالعفو مطلوب والقصاص جائز. نعم. ولأنه حق له تركه فجاز ذلك، وكان أفضل من الاستيفاء كساحل الحقوق. إذا ثبت هذا فإن القصاص ثبت لجميع الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل له قتيل فأهله بين قيرتين أن يأخذ العقل أو يقتله. وروى زيد بن مالك. يكفي. أمين. قال الشيخ حفظه الله من هم الذين استطاعتهم إسقاط القصاص عن القاتل؟ الأولياء الذين باستطاعتهم إسقاط القصاص عن القاتل أولياء الدم كما سمعت. نعم. غيرهم ليس له، من لم يكن من أولياء الدم فليس له التدخل. نعم. أعماله غيرهم كلهم أحرار، لا يكون حكم العبيد إلا على المماليك، أما من لم يثبت عليه ملك فإنه حر. نعم.
لا، له حق المدافع عن أخيه وعن محارم أخيه وعن مال أخيه، له حق المدافع. قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا من إنكار المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والمسلمون كالجسد الواحد وكالبنيان الواحد. وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالمظلوم يجب على من يقدر أن يعينه وأن يدفع عنه الظلم. حرمة المسلم يجب المدافعة عنه. نعم. قال الشيخ رحمه الله: هل يؤمر بالعفو والقصاص إذا أصلح بأن يكون هذا القاتل كثيرا ما يقتل وكثيرا ما يعفى عنه؟ فنقول للصاحب الحق لا تعفو عن هذا أم لا؟ هذا من حق السلطان، حق السلطان. إذا كان كثير الاعتداء وكثير السطو على بيوت الناس فهذا يعتبر من المفسدين في الأرض، يكون أمره إلى السلطان يأخذه بالعقوبة الرادعة. نعم. هل يجب القصاص على رجل مكلف أرسل صبيا صغيرا ليقتل فقتله؟ نعم، إذا أمر صبيا أن يقتل شخصا أو أطلق عليه سبعا أو غرقه بماء، أطلق عليه ماء وغرقه، فإنه يجب عليه القصاص إذا ثبت أنه فعل ذلك متعمدا بإقراره أو بشهادة شهود، يجب عليه القصاص، لأن هذا عمل يصلح للقتل وفيه قصد وفيه نية. نعم. إذا كان ولي الدم مجنونا لن يفيق من جنونه، فهل هذا يمنع من استيفاء القصاص من الجاني؟ نعم، يمنع، لأن حقن الدماء مطلوب ما دام أنه مستحقه أو في مستحقيه من هو فاقد العقل فإنه لا قصاص. نعم. كيف لا يقتص من قاتل زوجته أو ما قتل زوجها مع أن المشاهدة إلى أولئك؟ غيلة، إذا كان غيلة يقتص من قتل الغيلة مطلقا، قتل الغيلة يقتص منه وجوبا، لأنه هذا من صيانة الأمن، والغيلة معناها أن يخدع الإنسان حتى يقتله في مأمنه، هذه الغيلة، يقتله في مأمنه. فإذا كان القتل غيلة وجب القصاص مطلق ولا تدخل للأولياء فيها، هذا من حق ولي الأمر لأنه صيانة للأمن. أما إذا كان ما في غيلة شيء ظاهر ولا في غيلة فهذا هو الذي فيه الكلام. نعم. إذا انتظرنا حروم القصة من أولياء الدم فقد يولد صغير وصغير، فكيف يكون الانتظار؟ قد يولد يعني للقتيل، يعني قتل وزوجته حامل وولد بعد، نعم ينتظر، ولو كان حتى ولو كان يوم يقتل في بطن زوجته حمل ينتظر هذا الحمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، فيما لو ورث الابن دما فيما قتل احد الابوين الاخر ذكرتم انه لا يقال، وقد اشار ابن القيم رحمه الله الى وجوب الثور حفاظا على الدماء لأن لا يهتدي أحد الزوجين على الآخر. هذا من الغيلة، هذا من مسائل الغيلة وهي الخديعة والمكر، فيقتل من باب الحد لا من باب القصاص، ومرده لولي الأمر ولحكم الحاكم. نعم، فهناك صيانة للأمن العام وهناك حق لأولياء القتيل. نعم. وقال الشيخ رحمه الله: إذا قتل ابن ذمية ورثته، عصبته هم أقاربه الذين يرثون من غير تقدير، يأخذون ما أبقت الفروض، هؤلاء هم العصبة. العصبة هم الذين يرثون بغير تقدير، يعني يأخذون ما أبقت الفروض، وإن لم يكن هناك فروض أخذوا المال كله. نعم، مثل الإخوة والأعمام وبني الأعمام
مثل الأبناء وأبناء البنين والآباء والأجداد، هذا العصبة. العصبة أصنافهم 14 صنف. نعم. ما هو موجود في الظاهر؟ ما هو موجود الآن، منع الرق دوليا وغير موجود، لكن إذا جاء الجهاد في سبيل الله ووجد السبي عاد الرق بإذن الله. الرق تابع للجهاد في سبيل الله، إذا وجد السبي في الجهاد والمغانم جاء الرق. نعم. الردة هي الرجوع عن دين الإسلام بارتكاب ناقض من نواقضه، ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بالشك، فإذا صدر منه ناقض من نواقض الإسلام كان سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام فهذا مرتد، أو سحر استعمل السحر هذا مرتد، أو ادعى علم الغيب أو حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك، أو استحل الربا أو استحل الزنا، استحل شيئا مجمعا على تحريمه أو حرم شيئا مجمعا على إباحته هذا مرتد، أو سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث الأموات أو ذبح لهم أو دعا الموتى، هذه كلها أنواع الردة كثيرة، أنواع الردة كثيرة والعياذ بالله. أو ادعى أنه لا يلزمه العمل بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يجوز له أنه يدين بأي دين من الأديان اللي يقولون الأديان الثلاثة كلها، يعني كلها حق، يصير الإنسان مسلم أو يهودي أو نصراني هذه أديان حق، هذا مرتد عن دين الإسلام، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين إلا دين الإسلام، وكل دين سواه فإنه باطل، ولا يسع أحدا من أهل الأرض إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أو قال أنا أستغني عن الرسول، أنا وصلت إلى الله فلا أحتاج للرسول، كما تقوله غلاة الصوفية اللي يقولون الرسول إنما هو للعوام، أما الخواص فإنهم عرفوا ولا يحتاجون إلى رسل. هذا من أعظم أنواع الردة والعياذ بالله، أنواع الردة كثيرة. نعم. أو شك في قلبه، حصل عنده شك في وجود الله عز وجل أو في صحة القرآن أو صحة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تردد فيها هل هي صحيحة أو ما هي صحيحة، هل دين الإسلام حق أو ما هو بحق، صار في قلبه شك، ما تكلم ولا قال شيء لكن في قلبه شك، هذا مرتد عن دين الإسلام. نعم. أو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة، جحد الوجوب هذا كافر، أو ترك الصلاة متعمدا على الصحيح من قولي العلماء فهذا أيضا كافر، أنواع الردة كثيرة والعياذ بالله. نعم. السلاح يحتمل الخطأ، إذا قتله بالسلاح أطلق عليه نار يحتمل الخطأ، يحتمل أنه ما قصد ذبحه وإنما رمى شيئا آخر، أما إذا أضجعه وذبحه بالسكين هذا ما يتحمل إلا قصد القتل، ما فيه. فالإمام مالك رحمه الله يلتمس له العذر مهما أمكن، فإذا لم يكن هناك عذر فإنه يجب عليه القصاص، إذا أضجعه وذبحه هذا ما فيه أي احتمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لبعض البلاد قد إذا كان مسلما، المسلم لا يجوز قتله، من تعمد قتله وجب القصاص منه، وأما إذا قتله والده فسمعتم أنه لا قصاص على الوالد لولده، أما من قتله من غير الوالد فهو مسلم، المسلم معصوم الدم،
لا يجوز ولو كان فاسقا، ولو كان فاسقا، ولو كان عنده بذاءة وعنده سوء، ما دام انه مسلم لم يخرج من دين الإسلام فدمه معصوم. نعم. قد ترد، نعم قد ترد، لأن هذا فيه إخلال بالأمن. نعم. ويا الشيخ رحمه الله ذكر ابو الخطاب في مساله استيفاء يحيى الصبي في روايه انه يجوز لانه احد بدلي النفس، فمن مراد احد بدلي النفس اللي هو الديه او القصاص، احد بدلي النفس القصاص او الديه. نعم. والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسقط القصاص بعد وجوبه وتوفر شروطه لأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول العفو، فإذا عفا ولي الدم سقط القصاص، فإن عفا مجانا فليس له شيء، وإن عفا إلى الدية فله أخذ الدية، والعفو أفضل بلا شك. أو كان القصاص لجماعة لأكثر من واحد فعفى بعضهم فإنه يسقط القصاص، لأن القصاص لا يتبعض، فلا يمكن تنفيذ بعضه وترك حق العافي، فيسقط القصاص بعفو البعض من الورثة، ويكون للباقين نصيبهم من الدية. نعم. فمن عفي له من أخيه، يعني من القتيل، من أخيه القتيل عفى أولياؤه أو بعضهم، إن عفي له من أخيه شيء من القصاص، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فيجب على أولياء القتيل المطالبة بالدية بالمعروف، لئلا يشقوا على المطالب ويضايقوه، بل يتابعونه بطلب حقهم من غير تعنيف ومن غير تضييق، اتباع بالمعروف، هذا في حق أصحاب الدية، وأداء إليه بإحسان، هذا في حق القاتل، يجب أن يؤدي الدية التي وجبت عليه بإحسان من غير مماطلة ومن غير تأخير وهو يقدر على السداد، بل يؤديها بالإحسان، والإحسان ضد الإساءة، فلا يسيء إلى الورثة المماطلة والتأخير والمواعيد الكاذبة، فهذا فيه الوصية لأولياء القتيل والوصية للقاتل من ناحية الدية في العمد إذا سقط القصاص. نعم. والجروح قصاص، جروح لكن النفس قصاص أيضا كما يأتي، ولكن إنما يجب القصاص في الجروح إذا طالب المجني عليه، إذا طالب المجني عليه، فإن عفا فذلك أفضل وأحسن،
وسماه الله صدقة، سمى الله العفو عن الجاني صدقة، فمن تصدق به يعني بحقه من القصاص فهو كفارة الله. كفارة الله لمن؟ اختلف المفسرون، قالوا كفارة الله يعني للعافي، أن الله يكفر بذلك خطاياه، وقيل كفارة له يعني للمعفو عنه، كفارة للمعفو عنه يكفر عنه القصاص الذي وجب عليه. نعم. وروى ابن سبحان ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفي عليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيه قصاص إلا أمر بالعفو، فهذا يدل على أن العفو أفضل، والقصاص جائز ولكن العفو أفضل، وأن تعفو أقرب للتقوى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ترغيب في العفو. نعم. ولأنه حق له تركه فجاز ذلك. نعم. ولأنه حق له تركه فجاز ذلك. ولأنه حق لصاحب حق للمجني عليه أو لأوليائه، فيجوز له أن يستوفي ويجوز له أن يترك، هو بالخيار. نعم. ولأنه حق له تركه فجاز ذلك، وكان أفضل من الاستيفاء كسائر الحقوق. نعم. إذا ثبت هذا فإن القصاص ثبت لجميع الفرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، أن يقتل العقل أو يقتل يقتله. القصاص يثبت لجميع الورثة، ورثة القتيل عمدا عدوانا، ولا يختص به بعضهم، بل يكون لجميع الورثة بفرض أو تعصيب، حتى زوجته لها الحق ولها شركة في القصاص. نعم. وروى زيد بن وهب أن عمر قتل برجل قتيلا، دل هذا على أن القصاص حق لجميع الورثة بما فيهم الزوجة، وأن من عفى منهم فإنه يسقط بعفوه القصاص. نعم. وإذا ثبت أن هذا مشترك بين جميعه سقط بإسقاط بعضهم إياه أيهم كان. نعم. لأنه حق منه له فيجوز تصرفه فيه. نعم. لأنه حق منه له. نعم. فيجوز تصرفه فيه. ينفذ تصرفه فيه بعفو أو استيفاء. نعم. فإذا سقط وجب سقوطه جميعا، لأنه مما لا يتبعه. إذا سقط بعض القصاص وجب سقوط جميعه، لأنه لا يتبعض، فلا يمكن أن يستوفى لمن لم يعفو ويترك حق العافي، لأن القصاص شيء واحد خلاف الدية فإنها تتبع. نعم. فهو كالطلاق والعتق، فإن طلق الرجل فهو كالطلاق والعتق، فإن في أنه لا يتبعض، والعتق لو اعتق بعض العبد فإنه يسري العتق على جميعه، والطلاق ثلاث طلقات، لكن لو طلق واحدة سرت على جميع المرأة ما لم يراجع. نعم. قال إنه قد أحرزت رقية من القتل، فضرب على كفه وقال: فقال عمر بن مسعود: ما تقول؟ قال: إنه قد أحرز من القتل، فضرب على كفه وقال: كنيف 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 منع عنا. جاء برجل إلى عمر وجب عليه القصاص، فعفى بعض أهل القصاص
فسأل عمر عبد الله بن مسعود وكان حاضرا ما تقول؟ فقال قد أحرز، أي أن هذا القاتل قد أحرز من القصاص بعفو بعض أولياء الدم. فاستحسن عمر ذلك وضرب على كتف عبد الله ابن مسعود وقال كنيف ملئ علما. هذا ثناء على عبد الله بن مسعود بالعلم والفقه، وهو كذلك رضي الله عنه، فكان من أجل علماء الصحابة وفقهائهم. نعم. ولأن القصاص حق مشترك بينهم لا يتبعه أو يبناه على إسقاط، فإذا أسقط بعضهم صار إلى الباقي. إسقط. فإذا أسقط بعضهم صار إلى الباقي كالعلم. نعم. مثلا فإذا عفى بعضهم من الباقين حكمه من الدية، سواء أسقط مطلقا أو من الدية. إذا عفى بعض الأولياء فللباقين نصيبهم من الدية، سواء عفى هذا الشريك مجانا أو عفى إلى الدية، فإن حقهم لا يسقط إلا بعفوهم عنها، لأن الدية تتبعض فيبقى حقهم فيها. نعم. لأن حقهم من القصاص سقط بطلب الله فثبت له البدل، كما لو مات القاتل، وكما لو سقط حق أحد الشريكين بالعتق بإعتاق شريكه. نعم. مسألة، وإن كان العبد على مال فله حق من الدية، وإلا فليس له من الثواب. إذا عفى ولي القصاص فإن كان عفوه على مال فله الدية، وإن كان عفوه مجانا فليس له شيء، بل له الأجر، له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني إذا عفى بعض المرضى عن القصاص على مال فله حقه من الدية، إن كان العفو على الدية، وإن كان على أكثر من ذلك جاز وله حقه من ذلك، لأنه حقه وله تصرف فيه حسب اختياره. نعم. الثاني من مسقطات القصاص. نعم. أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. المسقط الثاني أن يكون في المستحقين للقصاص من يرث الدم، من يرث الدم. نعم. الثاني أن يرث القاتل قاتلة أن يرث القاتلة أو بعض ولده شيء من دم. نعم. إذا كان في المستحقين للقصاص فرعا للقاتل، إذا كان في المستحقين للقصاص فرعا للقاتل فإنه يسقط القصاص، لأن الولد لا يقتص من والده. نعم. فإذا سقط حق الولد سقط حق الباقين ولهم نصيبهم من الدية. نعم. أردنا أن تبدأ أبنان وأبنان منه فقاتل أحد الجيش ألاه، وقاتل الآخر منه لكنه يجب القصاص على قاتل الأم ويسقط عن قاتل الباب، لأنه فإذا كان ذلك عنه. نعم. ولم يكن الآخر منه ولكن ما تبدأ القصاص. نعم. صوتك مختلط بالمقروف. نعم. ولا يقتص للولد من والده. نعم. المسقط الثالث إذا مات الجاني قبل تنفيذ القصاص فيه فإنه يسقط القصاص لفوات محله،
لفوات محله وتجب الدية. نعم. نعم، إذا مات من وجب عليه القصاص قبل التنفيذ سقط واستقرت الدية في تركته لأولياء القصاص، لأن القصاص فات محله، إذا تعذر القصاص يرجع إلى الدية، وهي واجبة على القاتل عمدا، لأن القاتل عمدا يتحمل الدية، بخلاف القاتل خطأ فإن الدية تكون على عاقلته فتكون دينا في تركته للورثة. نعم، ينتزعون الدية من تركته قبل الميراث لأنها دين. نعم. لأن الدليل إنما ورد في منع القصاص من الأب، ويقتصر على مورد الدليل. نعم. مسألة. نعم. ولو قتل واحد اثنين عمدا فأن قرويه على قتله بهما جاز. نعم. ولو قتل واحد اثنين عمدا فأن قرويهما على قتله بهما جاز. لو قتل جماعة، لو قتل جماعة عمدا عدوانا وتوفرت شروط القصاص السابقة، فإن اتفق أولياء القتيلين أو القتلى على القصاص نفذ وجوبا، وإن لم يتفقوا فإنه يسقط القصاص ويعدل إلى الدية. وقيل إن من لم يعفو يقتص، إن من لم يعفو يقتص من القاتل. نعم. وقال أبو حنيفة ومالك يقتل بالجماعة ليس لهم إلا ذلك، وإن طالب بعضهم فليس له. إن طالب يعني بالدية، إن طالب بالدية فليس له شيء، ليس لهم إلا القصاص فقط، إن شاءوا أخذوه وإن شاءوا تركوه. ومسألة قتل الجماعة بالواحد مسألة خلافية، بعض العلماء يرى أن الجماعة لا يقتلون بالواحد لأنها أنفس كثيرة فلا تقتل بنفس واحدة، والقصاص يعتمد على المساواة، وهنا ليس فيه مساواة، فيه زيادة. جماعة أنفس، عدد نفوس تقتل بنفس واحدة، ألا فيه زيادة. والقول الصحيح أنه يقتص من الجماعة للواحد لعموم آيات القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فالعموم يقتضي أن الجماعة يقتلون بالواحد. ولأن هذا فيه عصمة للدماء، لأنه وسد للحيلة، أنه ربما يتفق اثنان فأكثر من أجل إسقاط القصاص. لو قيل إن الجماعة لا يقتلون بالواحد، لا اتفق اثنان أو أكثر من أجل سقوط القصاص وقتلوا من يريدون، فتستشاط الدماء وتسفك، وسدا للذريعة تقتل الجماعة بالواحد. ولأن عمر رضي الله عنه قتل 7 في رجل واحد من أهل اليمن، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وهذا لا شك أنه أحفظ للدماء وسد للحيل والتلاعب بالنفوس. تقتل، الصحيح أنها تقتل الجماعة بالواحد. هذه مسألة. أما المسألة التي معنا فهي بالعكس: إذا قتل واحد جماعة، قتل واحد جماعة
ولكل واحد من القتلى ورثة مستقلون، فإنه إذا اتفقوا على قتله كلهم يقتل، إذا اتفقوا كلهم على قتله يقتل. نعم. لا أعيد المسألة. مسألة، ولو قتل واحد اثنين عمدا، نعم، فاتفق قويهما على قتله فيهما جاز، نعم، وقال أبو حنيفة ومالك يقتل بالجماعة ليس له إلا ذلك. يقتل إيه؟ يقتل بالجماعة. بالجماعة، نعم، ليس له إلا ذلك. إيه نعم، فإن لم يقتصوا فليس لهم إلا القصاص. نعم. وإن بادر بعضهم فليس له. نعم. وإن بادر أحدهم فقال له، يعني عند أبي حنيفة لا يقتص منه إلا إذا اتفق الجماعة على القصاص منه. نعم. وإن بادر أحدهم، أما لو طلب بعضهم القصاص فليس له ذلك، لأنه حق للجميع فلا يؤخذ لواحد. نعم. وإن بادر أحدهم فقتل سقط حق الباقين، لأن الجماعة يقتلون بالواحد. هذا قول أبي حنيفة. نعم. فكذلك يقتل بهم كالواحد بالواحد. نعم. فقال الشافعي لا يقتل إلا بواحد، سواء اتفقوا على طلب القصاص أو لم يتفقوا. هذا قول ثالث في المسألة، وهو قول الشافعي أنه يقتل بواحد، قوله تعالى كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يقتل بواحد فقط لا بالجماعة. نعم. وقال الشافعي لا يقتل إلا بواحد، سواء اتفقوا على طلب القصاص أو لم يتفقوا، لأنه إذا كان لكل واحد استيفاء القصاص فاشتراك من المطالبة لا يوجب أداء نحوه كمن كسائر الحقوق. نعم. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل فعبد بين قيرتين ان احب قتل وان احب اخذ العقل. وهذا يشمل اذا كان اولياء، اذا كان القتيل واحدا او كان القتلى عده اشخاص، من قتل له قتيل فاهله بين خيرتين، هذا يشمل اذا تعدد القتلى او كان القتيل واحدا، فيدل على ان للجماعه الذين لهم قتلى من شخص واحد لهم حق القصاص منه جميعا. نعم. وقال ابو خبر فكان كل قتيل يستحقون ما يختارونه من القتل او الدين، فاذا اتفقوا على القتل وجب لهم، وان اختار بعضهم الدين وجبت له بظاهر الخبر، وان انهم كان جنايتان، يعني لمن اختار القصاص القصاص، ولمن اختار الدية الدية، فيجمع بين الأمرين. لو اختلفوا بعضهم طالب بالقصاص وبعضهم طالب بالدية فيمكن الذين طالبوا بالقصاص ويقتص، وتجب الدية في تركته للباقين الذين عفوا إلى الدية. نعم. لأن هذه عدة أنفس فلا تذهب هدرا. نعم. وإن اختار بعضهم الديان وجبت له بظاهر الخبر. نعم. ولأنهما جنايتان ولو كانتا خطأً أو أحدهما لم يتداخلا. نعم. فلم يتداخلا في العبد كالأخلاق. وقد سلم أن الله لا تتداخل، ولأنه حق تعالى بعينه حقان لا يتسع لهما معا، فإذا رضي به عن حقهما جاز ذلك، كما لو قتل عبد عبدين لهما خطأ فرضيا بأخذه بدلا عنهما. نعم. ولأنهما رضيا بدون حقهما فجاز كما لو رضى صاحب اليد الصحيحة بالشلاء، وأولي الحق بالعبد، وولي الحق بالحر وولي الحق بالعبد وولي المسلم بقتل الكافر. نعم. وما ذكره مالك وابو حنيفه فليس بصحيح. مالك ما جاء له قول. نعم. نعم.
يعني قول واحد قولهم، والثاني للشافعي والثالث المذهب. نعم. وفي مسألتنا ينعكس هذا المعنى، فإنه إذا قتل واحدا وعلم أن القصاص وجب عليه، وإنه لا يزداد بزيادة القتل لهما، فأدى إلى قتل من يريد قتله بزوال الزاجر عنه فافترقا. نعم. مسألة: فإن تشاحن من استوفى أو بلد. نعم. فإن تشاحوا المستوفي أولا اللي يبدأ، يعني من هم تشاحوا، أيهم اللي يبدأ؟ نعم. فإن تشاحوا المستوفي أولا كل الأول. نعم. لأن حقه أسبق وصال الآخر يديا لتراكي محبي أشهر. هذا إذا كان القتل متفرقا، قتل شخصا ثم قتل آخر ثم قتل ثالث متتابعا، فيبدأ بالأول، يقتص للقتيل الأول. أما لو قتلهم جميعا بضربة واحدة فهنا ما فيه تفريق. نعم. فإن كان قتلهم بضربة واحدة أقطع بينهم. نعم. فإن قتل من تقع له ضرعان بتساوي الحقوق. وكذلك لو قتلهم متفرقا وأشكل، هو وجب لهم القصاص جميعا، لكن عند التنفيذ كل واحد منهم قال لا أنا اللي أبقتله، وقال الثاني لا أنا اللي أبقتله، وهم كلهم مستحقون للقصاص. ففي هذه الحالة إن كان القتل متتابعاً يقدم الأول لأن حقه أسبق، وإن كان قتلهم دفعة واحدة فإنه يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة ممكن من القصاص. نعم. فيكون مقتصاً لنفسه بالأصالة، ولغيره يكون بالنيابة والوكالة. نعم. هذه المسألة ما هي مثل الأولى. إذا كان القتيل واحدا وله ورثة وعفى واحد منهم سقط كما سبق، لكن هنا القتلى متعددون، فلا تتداخل حقوقهم، فإذا عفى بعضهم عن القصاص لم يسقط حق الباقين في القصاص، لهم أن يقتصوا. نعم. نعم، لأنها أنفس متعددة، كل نفس مستقلة ولها أولياء، فلا يسقط حقهم بعفو أصحاب النفس الأخرى. نعم. الآلة التي يستوفى بها القصاص، ظاهر النصوص أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، لأن هذا معنى القصاص. فإن قتله بسيف يقتل بالسيف، وإن قتله برصاص يقتل بالرصاص، وإن قتله بسم يقتل بالسم، إلا إذا كان فعل به فعلا محرما فإنه لا يفعل بالجاني الفعل المحرم. وهذا هو ظاهر نصوص القصاص، ولكن المذهب أنه لا يستوفى إلا بالسيف، حتى لو كان قتله للمجني عليه بغير السيف، لأن السيف أنجز وأنفذ في القصاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة،
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وفي حديث لا قود إلا بالسيف، ولكن حديث فيه مقال، فلكن المذهب يرى أنه لا يكون القصاص إلا بالسيف، ولكن الصحيح الأول أن القصاص يكون بمثل ما فعل بالمجني عليه لظاهر النصوص، وهذا معنى القصاص. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رضى يهودي رأس الجارية وأخذ ما عليها من الحلي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين، يعني فعل به مثل ما فعل بالمجني عليها. وهذه هي العدالة، هذه هي العدالة، وهذا هو معنى القصاص، أن يفعل بالمجني، أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، إلا إذا كان فعله محرما كما لو سقاه خمرا أو مسكرا أو فعل به فاحشة، فإنه لا يفعل به أو لا يعمل معه المحرم، بل يقتص بالسيف. نعم. في العنق، في العنق، في العنق، يعني محل الضرب يكون في العنق، لأن العنق مجمع العروق، فإذا قطع العنق فإن الموت يسرع إلى المقتول ولا يحصل فيه تعذيب، فلا يضرب بالسيف في وسطه أو في محل آخر، لأن هذا يكون فيه تعذيب، وربما لا يجهز عليه، يحتاج إلى عدة ضربات، فالسيف في العنق أنجز وأسرع وأنفذ في القتل. نعم. إذا مثل بالمجني عليه بأن قطع أطرافه وشوه صورته فإنه يفعل به مثل ما فعل، يفعل يمثل به مثل ما مثل بالمجني عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العرانيين الذين جاءوا مرضى، يعني جاءوا إلى المدينة عند الرسول صلى الله عليه وسلم فأصابتهم الحمى، فأمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، لأن هذا من العلاج للحمى، فذهبوا وشربوا من ألبان الإبل وأبوالها فشفاهم الله، ثم إنهم طمعوا في الإبل فقتلوا الراعي وسملوا عينيه وقطعوا أطرافه وتركوه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم ففعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي، سمل أعينهم بالمسامير وقطع أطرافهم وتركهم في الحرة يستغيثون يطلبون الماء فلا يغاثون حتى ماتوا، فهذا دليل على أنه يفعل بالمجني بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه من التمثيل، نكالا له وعقوبة له، وهذا هو معنى القصاص. نعم. مثل ما أيضا رضى النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي الذي رضى رأس الجارية بين حصاتين. نعم. ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله. نعم. أما إذا قتله فإن القصاص يستوفى بالسيف. إذا كان مجرد قتل من غير تمثيل فإنه يستوفى بالسيف.